أقول أنا أعمل ولكنني أتأخر في أداء هذه الصلاة، فمتى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟ يا أخي، أنت يبدأ وقتها إذا أذن العصر. إذا كنت في بلد تسمع المؤذنين فإنه دخل وقتها، وتصلي مع الجماعة وتبادر بالصلاة مع الجماعة يا أخي، ولا تتأخر عن صلاة الجماعة، ولا تؤخر الصلاة عن أول وقتها. نعم محمد من الطائف معنا على الخط، تفضل يا محمد.